برنامج مع الحدث مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. جلسات وطنية للمجتمع المدني على مدار يومين كاملين اليوم وغدا، تهدف إلى ترقية أدائه وتفعيل دوره في بناء الجزائر الجديدة من خلال تكريس مبادئ المواطنة الفاعلة. هذه الجلسات التي تنظم حاليا بقصر الأمم بالعاصمة تأتي تتويجا للتوصيات المنبثقة عن سلسلة الندوات الولائية المنعقدة على المستوى المحلي طيلة 3 أشهر كاملة، والتي سمحت بتشخيص واقع المجتمع المدني ورصد انشغالاته وتطلعاته. هذا الكلام ذكره اليوم السيد عبد الرحمن حمزاوي. هذه الجلسات التي تكلمنا عليها تحمل شعار المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة، هي محطة مهمة لتقييم أداء المجتمع المدني ومحطة أيضا مهمة لتعزيز دوره. الجلسة أو الجلسات الوطنية كانت فيها مجموعة من الورشات، منها ورشة ترقية أداء المجتمع المدني، ورشة أخلقت المجتمع المدني، ورشة أيضا مأسسة العمل التطوعي، وأيضا الديمقراطية التشاركية، آليات وسبل ترسيخها في الحوكمة المحلية والوطنية. اليوم موضوعنا حول المجتمع المدني، واقع المجتمع المدني وما هي سبل ترقيته وتعزيز دوره أكثر فأكثر. أو نناقش كل هذا مع ضيفي هنا الأستاذ الناشط الجمعوي وأحد الحاضرين اليوم في هذه الجلسات، جلسات المجتمع المدني، الأستاذ شريف قطوش. وأنت أيضا أستاذ شريف قطوش لك باع طويل أيضا في المجتمع المدني، مرحبا بك أستاذ شريف. بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. الأكيد أنه أستاذ شريف، المجتمع المدني دستور 2022 أعطاه صلاحيات كبيرة، الدولة تركز أو تعول كثيرا أيضا على المجتمع المدني في بناء الجزائر الجديدة، والأكيد بأنه من سنة 2022 لغاية اليوم فعل الكثير المجتمع المدني، أو لنقل فعل ما لم يفعله ربما في السنوات ما قبل 2020 نظرا للاهتمام الكبير. هل حقق المجتمع المدني إلى غاية اللحظة المنتظر منه باعتقادك أستاذ شريف؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. المجتمع المدني يعيش في هذه الأيام أزهى أيامه. أزهى أيامه، نعم، نقول أزهى أيامه للفرص المتاحة لو يستطيع استغلالها. المجتمع المدني كان رهان وشعار رئيس الجمهورية الحالي سي تبون المجيد، وفي أول جلساته كان يقول أنا مرشح المجتمع المدني. فعلا ذكره. وفي الأخير لما ترشح يعني أصبح رئيس الجمهورية كان يقول أنا الحليف الأساسي نتاعي هو المجتمع المدني. فعلا. ورانا نشوف الخطوات اللي راه يشتغل فيها كلها لصالح المجتمع المدني، وبالتالي نعتبر أنه هذه المرحلة هي لو يستغلها المجتمع المدني وبتجسيد طموحه في عمله هي ستكون أزهى أيام. أفهم من كلامك بأنه الآن السلطة والدولة قامت بما يجب أن تقوم به اتجاه المجتمع المدني، أفهم من كلامك بأن الكرة الآن عند المجتمع المدني هو الذي يجب أن يقوم أكثر فأكثر، يعزز من دوره؟ فعلا فعلا فعلا، يعني لم نكن نحلم بصراحة بشيء اللي رانا فيه. الفرص يعني المتاحة تقصد المجتمع المدني. الفرص الحمد لله موجودة الآن، الكرة فعلا في جانب المجتمع المدني، لابد أن يكون في مستوى هذه الفرص. ليش؟ لأنه فيه إشراك فعلي للفعل الجمعوي في تقنينه في أموره بصفة عامة. لو يستطيع المجتمع المدني والجمعيات بصفة عامة أن يستغل هذه الفرصة
لا يعيش إن شاء الله في أزهى أيامه. ولكن أستاذ شريف، ألا تعتقد بأن المجتمع المدني بدأ يعني ينال هذه الفرص؟ الآن نشاهد المجتمع المدني في المؤسسات التمثيلية، نشاهده في المؤسسات المنتخبة المحلية بكثرة، تقريبا هو القوة الثالثة أو الثانية، أيضا في البرلمان موجود كقوة ثانية بعد أحد الأحزاب السياسية. ألا تعتقد بأنه خطف الفرصة لحد الساعة يعني بما يجب أن يكون؟ أنا في اعتقادي ليس كافي ما ليس هو مقدم. ليش؟ لأنه لو خطفها فعلا لكان حصل على المرتبة الأولى بمسافة كبيرة يعني عن التاني. ولكن المرتبة الأولى مباشرة هي الفرصة الأولى، يعني كانت الفرصة متاحة، الفرصة الأولى المرتبة الثانية. صدقني أنه كانت فرصة كبيرة جدا أنها تكون يعني أحسن، ولكن أحسن مما كان. لا نقول أنه يعني النتيجة ما يش مرضية ولا مرضية، لا الحمد لله لا بأس. المعول أكثر لابد أن المجتمع المدني الآن يكون في مستوى هذا الحدث، في مستوى هذه التحديات. جاي. وأول شيء باش يكون في مستوى هذه التحديات لازم يكون منظم، ولازم يقدم خيرة أبنائه، لازم يقدم البدائل الفعلية، الشراكة الفعلية اللي راه ينتظر منها، اللي كنا نطمح فيها يعني لسنين، كنا نطمح أننا نشارك هذا في هذا المستوى يعني. واسمح لي هنا، أنت قلت بأنه نطمح، أنا حسب معلوماتي تقريبا أنت من 1993 أولى البذارات كانت في ذلك الوقت، يعني مع دستور 89 بطبيعة الحال الذي سمح للتعددية النقابية الحزبية والإعلامية والاقتصادية وغيرها. من 93 إلى غاية اليوم، كيف ترى المجتمع المدني؟ كيف كان وكيف أصبح عليه اليوم، وخاصة في الفترات أو السنوات القليلة الماضية بعد دستلته وإعطائه ما كان أكبر؟ أستاذ زكي، فعلا أنت تجرني إلى الماضي وإلى التاريخ. إلى 93 نعم. بعد مباشرة كانت في 93، بعد مباشرة دستور 89 اللي أعطى الاستقلالية نوعا ما إلى الفعل الاجتماعي، خاصة في تأسيس الجمعيات وما إلى ذلك. جيد. كنا أسسنا جمعية، عودنا مثلا الكشافة الإسلامية الجزائرية، أسسناها في 89، كانت من بين أول الجمعيات اللي دارت مؤتمرها في جوية 89. 89 نعم. ورجعناها لمبادئها والحمد لله رب العالمين اللي أسسها عليها محمد بوراس. سي محمد بوراس الله يرحمه رحمة الله عليه. وأنت كنت قائد للكشافة الإسلامية الجزائرية في الفترة بداية التسعينات إلى غاية 96 يعني. في مؤتمر الانبعاث تم انتخابي في غيابي عضو المكتب التنفيذي نتاع الكشافة الإسلامية الجزائرية، وأعطوني مهمة نائب القائد العام في غيابي والحمد لله رب العالمين، حتى لم أطلبها يعني. لأنك كفاء. هو في ذاك الوقت كان 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 القادة الكشافين لا يؤمنون بالكولسة، لا يؤمنون بالترشح. يقول لك احنا نقدموا أحسن أبنائنا، نقدموهم المسؤولية للقيادة، اللي جاهز واللي قادر هو اللي يقدم المسؤولية، مش اللي يطلبها. جيد. تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا أنا تعمدت الغياب باش ما نكونش في المسؤولية، فجرك إلى المسؤولية. كي جيت لقيت روحي نائب رئيس الجمعية. طيب في سن 24 سنة. نعود إلى المجتمع المدني. الموضوع اللي قلت لي فيه، أول تجمع للمجتمع المدني في الجزائر على ما عشت فيه أنا، اللي عشته أنا يا، كان في سنة 93. كنت حاضر في هذا هو اللقاء الذي كنت حاضرا فيه أنت؟ لم أكن حاضر فقط. كنا إحنا القاطرة. كنا إحنا القاطرة. الفكرة خرجت من عندنا، من مقر الكشافة الإسلامية الجزائرية. اجتمعنا. جيد. ثلاث جمعيات، إحنا ولجاء فلان وأبناء الشهداء، سي طاهر بن بعيبش. طاهر بن بعيبش. نعم. لأنه مقررنا كان. وطرحنا الموضوع ومشينا فيه. ما هو الموضوع الذي كان مطروحا؟ وما هو الهدف من إنشاء تكتل شباني؟ وهذا جاء بعد مباشرة اغتيال الشهيد الرئيس الراحل محمد بوضياف رحمه الله عليه. رحمة الله عليه. لما مات سي محمد بوضياف، يعني كثير من الفعاليات السياسية خاصة اللي كانت ظاهرة في ذاك الوقت تكمشت.
ودخلت للبيت. أنتم ما هو الهدف الذي كان في ذلك الوقت؟ إنقاذ الدولة، المساهمة في إنقاذ الدولة البلاد. مشينا درنا مبادرة، لقينا روحتنا أمام واقع لابد من ندير عملية معينة. ماهوش مهمتنا، أقله نجتمع. أقله نجتمع، دارت المبادرة من عندنا، ولينا نجتمعوا في مقر أبناء الشهداء فوقنا مباشرة في شارع زيغوت يوسف. درنا نداء لمجموعة من الجمعيات الوطنية، جمعنا حوالي 40 جمعية وطنية لمدة تقريبا 3 أشهر. كنا نشتغلوا الليل مع النهار. أسسنا بذلك هيئة سميناها التحالف الوطني الشباني، وكان أول تنسيق تاع المجتمع المدني في ذاك الوقت. وفي مثل هذا الشهر في أول نوفمبر 93 درنا الندوة أو المؤتمر اللي أعلننا على إنشاء هذا التجمع هذا في نادي الصنوبر، اللي درناه أيضا اللي اليوم اللي كان فيه الجلسات 29 سنة قبل درنا أول عملية. وجلسات اليوم هي للتقييم أستاذ، للتقييم يعني تقييم أداء المجتمع المدني. تعتقد بأنه من 93 إلى غاية اليوم المجتمع المدني قفز، دار خطوات إيجابية منذ ذلك اليوم؟ وهل أفهم من كلامك بأنه أنت قلت لي اجتمعنا مع 3 تكتلات أخرى لإنقاذ الموقف، لأنه كان الجزائر تعيش ربما ظروف خاصة في ذلك الوقت، المطلوب من المجتمع المدني هو أن يكون قاطرة دائما، يتدخل قبل حدوث الأزمات وليس بعد الأزمات اللي... أول عملية ثاني عملية درناها بعد 93 كانت محاولة فيما يخص نهار أثناء الحراك الوطني في 2019 درنا لما شفنا الحراك الوطني، يعني تخوفنا طبعا على البلد وعلى البلاد. فدرنا مبادرة سميناها التحالف الجمعيات، الائتلاف نتاع الجمعيات. كان مكون من حوالي 96 جمعية وطنية ونقابية، وانت يعني نشطنا فيه، يعني وصلنا الليل بالنهار ونشطنا والحمد لله، ودرنا نتيجة ووصلناها إلى غاية ندوة باينام. باينام، نعم. ندوة باينام أيضا كانت بداية نهاية عملية أولى وبداية عملية ثانية. نهاية عملية أولى لحركتنا، وشاركوا معنا السياسيين أيضا في هذه الندوة طبعا، اللي هما من بعد خدوا الشابو لأنه أصبحت عمل سياسي نوعا ما. لكن بوادر الفشل تاع ندوة باينام كانت يعني في 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 في, في اثناء انعقاد الندوة. معليش احنا ربما ما نخوضش في التفاصيل هذه، قضية ربما ما كان في ذلك الوقت في 2019، نتكلموا على الواقع، يعني واقع المجتمع المدني بشكل عام استاذ. والله شيء متسلسل. في انا قلت في ذاك النهار بعد فكرنا، وكنا 3 جمعيات وطنية كبرى، فكرنا بإنشاء تحالف آخر للمجتمع المدني، فاقترحنا على بعضنا ومشينا في 4 جمعيات كبرى ونادينا مجموعة من الجمعيات وأسسنا هذا التحالف في جونفي سنة 2020. جونفي 2020 في مقر الكشافة الإسلامية الجزائرية أعلننا عليه. والتحالف هذا يعني قرروا انه ينتخبوني انا منسق هذا التحالف هذا اللي سميناه قوى المجتمع المدني من اجل الجزائر. واظن انه يعني كان له الخير الكبير باش يعني طيب كيف يمكن استاذ شريف ان يلعب المجتمع المدني ركيزه مهمه في بناء الجزائر الجديده، خاصه وانه ايضا السلطه والدوله والرئيس يعول على المجتمع المدني على ان يلعب هذا الدور المهم والمنوط به؟ اليوم الوزير الأول في كلمته استعرض مجموعة من الأمور التي قام بها المجتمع المدني، وحتى السيد عبد الرحمن حمزاوي ذكر هذا الشيء، خاصة في النقطة المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة. وهنا ذكر الوزير الأول بأنه يمكن للمجتمع المدني أن يتأسس طرفا مدنيا في هذا الأمر، في الدعاوى القضائية المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة. يعني ماذا يمكن أن نقول هنا أيضا أستاذ شريف؟ هي مهمة أخرى للمجتمع المدني اللي لابد أن يلعبها. لكن يلعبها متى؟
لما يكون ويتوفر جو الثقة. وقبل جو الثقة لازم يكون جو المصارحة، وجو المصارحة لازم يكون بالاتصال مع الطرف الثاني. معناتها الحكومة والمجتمع المدني لازم يكون عندها سيولة كبيرة وسهولة كبيرة في الاتصال. ما تشوفش الآن فيها لا لا فيها لا الاتصال على مستوى القمة موجود. نعم موجود. أنا 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 استشارية أنا المرصد أنا الوطني للمجتمع المدني، هيئة استشارية لدى الرئيس، سيرفع بعد أيام تقرير لما قام به المجتمع المدني. الآن الوزير الأول حضر رفقة أيضا مجموعة من الوزراء الآخرين. أنا أقول بأنه هذا النية تواصل. موجودة النية موجودة، لكن على مستوى فعاليات الدولة أو هياكل الدولة ماهيش موجودة في الواقع، ما تلقاهاش. دوك انت يرحم بابك دوك انا لازم في القاعدة. لازم القاعده لازم 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 حتى نتلاقى مع الوزير الاول باش ندير لك. ماهيش موجوده، ما كانش تجاوب منيح على مستوى القاعده وعلى مستوى مؤسسات اخرى تاع الدوله. اذا كان هذا التواصل راح تكون ثقه، واذا كانت هذه الثقه راح المجتمع المدني ينخرط اكثر، يحس روحه باللي مسؤول، يحس روحه باللي هو اللي بارتي برونونت في كل شيء يعني. والامر هذا يخليه ينشط ويبدع وين 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 يعني. انت ما تجيكش في بالك كيفاش تدخلاته واموره، وبالتالي تصبح هذا المضاربه هذه شيء يعني بسيط جدا اللي قد يعطي فيها بدائل يعني في حلها ان شاء الله. فعلا، ولعب دور المجتمع المدني صراحه دور مهم، خاصه في قضيه التبليغات وغير ذلك عن المخازن غير المشروعه، عن البيع المشروط في بعض الاحيان لبعض التجار الذين يقومون بهذه الممارسات وغير ذلك. اريد ان اتطرق ايضا معك استاذ شريف الى قضيه التنميه المحليه، المجتمع المدني الى اي مدى يلعب هذا الدور؟ الآن المجتمع المدني راح مرافق يعني من خلال الجمعيات وغير ذلك، وفي بعض الأحيان هو داخل القرار يعني، لأنه هناك مجتمع مدني أعضاء في منتخبين محليين. أستاذ، يمكن أن يعزز هذا الأمر من دور المجتمع المدني لتحقيق التنمية المحلية؟ لازم نعرفوا باللي المجتمع المدني هو نوعا ما الوسيط بين المواطن ودولته، يعني على كافة المستويات. إذا كان المواطن يعني الخلية الأولى في المجتمع دار ثقة في المجتمع المدني، والمجتمع المدني تفاعل منيح مع الإدارة، يعني السهولة تكون موجودة، فهمتني؟ وبالتالي الدور يكون قائم ويقوم به المجتمع المدني بأحسن. ونلاحظ لاحظ في مجموعة من أنا نلاحظ في المكان اللي نسكن فيه مثلا، نعم، واحد المبادرات اللي رانا نشوفوا فيهم في البلدية اللي راني فيها مثلا، كونها في القبة مثلا، بلدية القبة، يعني مبادرات، لأنه أولا ناس من المجتمع المدني دخلوا سيروا البلدية، نعم، وهي القائمة اللي نجحت المجتمع المدني، نعم، وفي العديد من البلديات يسيرها من المجتمع المدني. الان يعني تشوف واحد الشيء عجب سبحان الله، يعني تحس باللي كاين حركه. شوف بان البلديه اللي يسيرها المجتمع المدني عندها حظوه اضافيه على البلديات ربما التي يسيرها متحزبون. يا استاذ، يعني بصفه عامه جاز علينا واحد الوقت وين الحزب يروحوا له الطماعين. ما نعممش، استغفر الله. فعلا، ولكن حتى هذا الكلام يقال على المجتمع المدني حتى طبعاً في بعض الأحيان، ليس للتعنيف. الطماع الطماع أو يعرف كيف يمشي. إذا لقى الفائدة في المجتمع المدني ما يروحش للحزب. فعلا، يعرف كيفاه ويعرف كيفاه هي. نعم أستاذ شريف، اسمح لي على المقاطعة، للأسف الوقت الجزء الأول انتهى. سنعود إلى قضية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ولكن بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، أرجو أن لا تذهبوا بعيدا.
الجزء الثاني من برنامج مع الحدث. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مواصلون الحديث دائما على قضية الجلسات التي ينظمها المرصد الوطني للمجتمع المدني اليوم وغدا تحت شعار المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة. تكلمنا على واقع أستاذ شريف المجتمع المدني حتى من بداية البذرة الأولى للمجتمع المدني إلى غاية اللحظة، توقفنا عند قضية ربما هذا الحديث أثير بشكل كبير خاصة في الانتخابات البرلمانية، قضية ربما المقاربة أن هناك صراع ما بين الأحزاب السياسية، المجتمع المدني، السياسة للسياسيين وليس للمجتمع المدني. أنت قلت لي بأن هناك الكثير من البلديات تحت تسيير المجتمع المدني، ربما فيه نماذج كثيرة ناجحة وهناك مبادرة من هؤلاء للقيام ونهضة تسيير البلديات. قضية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كيف ينظر إليه الأستاذ شريف قطوش؟ والله من المفروض الأحزاب السياسية يعني هي جزء أيضا من المجتمع المدني، هي جمعية سياسية يا أخي هكذا. فعلا. صح. إذن مفروض تكون عملية تكاملية بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية بصفة عامة، وهذا هو اللازم وهذا هو الضروري. المطلوب هو التكامل وليس الصراع. طبعا. الآن من حق الأحزاب السياسية أنها لما تشوف باللي فيها تنافس معين على كعكة معينة والله على ميدان اللي كانت موجودة وحدها فيه، من حقها أنها تنتفض، لكن إذا كانت في إطار القانون تأخذ حقها. إلا ما كانش عندها الحق على غالب، لأنه أنت يرحم والديك الحمد لله في القانون الجزائري يقدر الإنسان يترشح في إطار حزب ولا في إطار قائمة حرة. إيه؟ والقائمة الحرة هذا المرة عرفت بالمجتمع المدني هو الذي فعلا اقتحام المجتمع المدني للحياة السياسية كيف تراه، يعني خاصة وأنه قلنا بأنه تحصل على مناصب لا بأس بها، يعني لا بأس بها كتجربة أولى، يعني وخوضه لهذه التجربة في البرلمان، رأي الكتلة الثانية في المجالس المنتخبة المحلية، الكتلة أعتقد الثالثة، تشوفها بأن المجتمع المدني فرض نفسه أم ربما الشعب هو الذي أراد أن يعطي الثقة في المجتمع المدني خارج الأحزاب السياسية، ربما لأنه خلينا نقول عاقبها نوعا ما عقب الاثنين. نعم. الاثنين، يعني انا اظن باللي كاين نوع من الفراغ التي لم تملأه الاحزاب السياسيه للاسف، وكثير منهم يعني اصدقاء يعني نحييهم بالمناسبه، لانه لولا هذا الفراغ ما كان يعمروا طرف اخر. المجتمع المدني عمر هذا المكان، هو موجود. موجود. يعني الدليل بالنتيجة. وجوده. يعني. وجوده الحمد لله واقتحامه يعني لهذا. وأعتقد أنه لو تكمل الأمور هكذا وإذا كان تنظم أكثر المجتمع المدني راح يحصد أكثر يعني في النتيجة ومستقبلا. نعم. أكثر مما حققه الآن. نعم. البوادر نعم. تشير إلى ذلك بأنه هل في قضية تنظيم المجتمع المدني، هل هو منظم أكثر من أي وقت مضى؟ خلينا نقول دائما قبل 2020 يعني من حيث التنظيم. تتكلم على الجمعيات ولا على الجمعيات؟ الجمعيات ماهيش منظمة. نعم. موجود الجمعيات كثيرة منظمة، ولكن لماذا يعني؟ أنا نشوف باللي لابد من أخلقت العمل الجمعوي داخل أخلقت عمل المجتمع المدني وهي لا 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 أخلقت عمل المجتمع المدني. عمل المجتمع المدني. هي أحد الورشات التي نعم موجودة نعم اليوم. نعم. موجود. هذا هو الرهان في المجتمع المدني. لو نكملوا بهذه الطريقة وين تلقى إنسان يعني عنده في كورتابو كاشي وهو الجمعية وهو كلش ويتقدم البلاطوات ويروح للمؤسسات وكذا، ما راح المصداقية تروح وراحت. أخلقت عمل المجتمع المدني هنا أستاذ. طبعا غربلته من الانتهازيين والوصوليين. صحيح. غربلة هذه كيف تندر؟ هذه الأخلاق في إطار قانون. هذه من بينها الأخلاق هي خاصة أنك تتعامل في إطار ديمقراطي، في إطار أخلاقي، في إطار أنك تقدم باش ما تكونش الجمعية ريجست كوميرس،
كاين الناس اللي لو كان تخرجهم من الجمعيه تاعهم يموتوا. تيرحم بابك للان لليوم لليوم. انا اليوم شفت مثلا واحد اللي عنده 30 سنه ولا 25 سنه وهو رئيس جمعيه ربما جميل. اكثر. غير معقول هذا في نفس الجم طبعا غير معقول، طبعا غير معقول وغير لائق يا خويا. ربما يتحجج يقول لك الاعضاء داروا فيا تزكيه وتزكيه. معليش معليش، يقدم عهدتين ورجع خطوه للوراء وقد وابقى في الجمعيه وراء المشكله وابقى في الجمعيه. شوفوا امر غير معقول يعني. انا اعتقد انه بعد العهدتين يصبح الانسان ربما ما يقدمش اكثر. إيه انا افضل يعني، وهذا رايي فقط يعني، ماهوش ملزم لاي احد طبعا، ماهوش ملزم. انا نشوف باللي يعني لازم تكون نوع من الديمقراطيه، لانه هذا الانسان اللي يبقى فيها سنين وسنين، هل في الجمعيه تاعو ما كانش كفاءاته مثلا، ما رباش كفاءات بحيث يخلفوه؟ الهدف وشن هو؟ الهدف اني نكون انا رئيس الجمعيه، ولا الهدف اني نحقق اهداف الجمعيه؟ هذا هو السؤال يبقى مطروح. ايضا من بين الورشات الاستاذ شريف الموجوده حاليا، وربما ستخرج بتوصيات اكيد سترفع فيما بعد لرئيس الجمهوريه، ونشاهد في الكثير من الاحيان وليس في بعض الاحيان المجتمع المدني يقوم بالعمل التطوعي، في بعض الاحيان جمع التبرعات والكثير من الامور. تشوف بانه نبقى مستمرين في هذا المنهاج والمنوال، ام ان الامر يتطلب مؤسسه، يتطلب تنظيم، يتطلب وضع الامور في اطار معين وليس تركها هكذا للفوضى والعنان؟ أمام التحديات الموجودة في البلاد، تحديات داخلية وتحديات خارجية ذات الأبعاد الدولية، لابد نأسس مجتمع مدني قوي، مجتمع مدني اللي يعني نرفع به التحديات مثلا. طبعا نرفع به التحديات، أولا نقوي الجبهة الداخلية ثانيا نساهم بدور معين في 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 في, في الجبهة الخارجية أيضا. إذا كان كنا قويين رانا نقدروا نتجاوزوا هذه المرحلة، إذا كنا ماناش قويين فبالتالي نكونوا ضيعنا مساهمة أخرى اللي قادر المجتمع المدني يبرز فيها. طيب في نقطة أخرى في قضية دائما الجمعيات، البعض يتحدث على أنه مراجعة قانون الجمعيات أيضا نقطة مهمة من أجل التنظيم، وأيضا في قضية تسيير الجمعيات، قضية هؤلاء رؤساء الجمعيات الذين ربما عندهم مدة طويلة أكثر من 20 سنة ومع رأس جمعية معينة، كيفاش تنظر إلى قانون الجمعيات؟ والله قانون الجمعيات مرتقب رانا ننتظر فيه يعني بفارغ الصبر. وعلى كل حال وتمنينا بفارغ الصبر استاذ شريف باش يكون يستجيب لكل مطالب الفاعلين في المجال الجمعوي. ما هي المطالب في نهايه؟ أوه شيء كثير كثير. اقله لازم يدافع اولا على 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 العمل الديمقراطي في تسيير الجمعيه. نعم، ما فيش ديمقراطية في تسيير الجمعيات إلى حد ما. ما نقولش هكذا يعني، نقول باللي لازم تكون ضوابط بحيث تمنع من استغلال الجمعية إلى مآرب أخرى. وتمنينا أنه يعني هذا القانون لو كان شاركنا يعني فعالية أكثر في 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 خروجه يعني كما صار للدستور. تقصد المشاركة في بنود وإثراء هذا إثراء نعم كجمعية، أعتقد الأمر موجود هذا الأمر. لا هو موجود الحمد لله على مستوى المرصد، سمعنا هكذا، وإن شاء الله الإخوان تاع المرصد يعني يكونوا في المستوى، ولا نشك في ذلك، أنه يكونوا وهم يعرفوا ولاد الجمعيات كامل أنهم يقدموا المقترحات الفعلية اللي تطالب بها الجمعيات. وبالتالي قلت لك يعني احنا رانا يعني تشرائب اعناقنا لهذا القانون، والذي نتمناه ان يستجيب لطموحاتنا رانا نسناو فيه لسنين. تعتقد بان قانون الجمعيات محطه مهمه من اجل اصلاح المجتمع المدني، من اجل اخلقت عمل المجتمع 100%؟ 100%. يعني اذا كان
قانون الجمعيات هذا اللي راح يخرج إذا كان ما يستجبش لطموحات ورغبات المجتمع المدني الأصيل، فنظن باللي يعني. ولكن فيها قانون الجمعيات الحالي يعني الحالي الموجود حاليا المعتمد حاليا لا يلبي الحاجيات، لا نقص، لا نقص. لو كان ما فيهش نقص وما فيهش عوار ما يحتاج الى قانون. كنا نتبناوه. احنا نحتاج حريه اكثر، نحتاج ابداع اكثر، نحتاج ناس جاي باش يتطوع، جاي باش يتطوع يلقى مشاكل، جاي باش يتطوع. كاين نهارات احنا في وقت من الاوقات كنا نتطوعوا 16 ساعه في اليوم. شكون يعطيك انت رحم بابك 4 سوايع في النهار؟ فعلا. ايه والسيد جاي بكل بمحض ارادته وجاي يقدم وربما بفاعليه اكثر 4 ساعات برك. احنا كنا في وقت معين نقدموا 16 ساعه والحمد لله ربي ان شاء الله يتقبلها منا في سبيل الله والوطن. والمجتمع المدني والجمعيات هو عمل تطوعي قبل كل شيء يا راجل. بعض قد يلوم الجمعيات ولكن لا يعرف بانه هو عمل تطوعي وليس عمل مجبر. انا نهارات نسمع الان باللي كاين جمعيات اللي راهي تخلص من المسيرين تاعها وكذا. احنا اخويا عمرنا الا خلصنا. احنا كنا نقدموا قلت لك 16 ساعه على 24 ساعة و8 ساعات اللي بقات نرقدوها في المقر. هذه في الكشافة الإسلامية. في الكشافة الإسلامية الجزائرية. إذا تحب الناس هذوما الطيبين يجيوك للجمعيات ويبدعوا ويقدموا ما ينتظره منهم المجتمع وما تنتظره الدولة منهم، لابد من هذا الناس أنت اللي تروح تطبطب عليهم، باش أنا نروح نطبطب المسؤولية والله قال يرحم والديكم. مستحيل. مستحيل مستحيل مستحيل. هذا اولاد الفاميليا لازم تروحوا لهم تطبطبوا عليهم ولازم توفر لهم الجو الملائم باش يشتغل. خاطر لما يجي هذا الانسان المخلص واللي يقدر يقدم يجي ويلقى جو ماهوش مليح يعاود يخرج يعني. اقله يعود يغيب ويغيب ما يزيدش يولي نهار يلقى ناس سوافج ماهوش ولاد فاميليا كيما هو يهرب ولا لا استاذ زكي. وبالتالي احنا ما نلوموش الناس هذوما. كاين ناس كاين عطاءات والله غير تشوف العجب في المجتمع المدني، والله غير تشوف العجب، والله غير تشوف العجب. استاذ اليوم يحكي لي في جمعيه خيريه قال لي الناس راهي تقدم العجب من عطاءات من لي دون من كذا بشكل قال لي ما كناش نتصوروه. زاد العمل تقصد العمل التطوعي يعني. نعم العمل للجمعيات. نعم. زاد بشكل كبير يعني. هو ثقة. هو ثقة في الجمعيات. هو موجود بوجود ناس مقبولين في المجتمع عندهم مصداقية. لأنه المشكل تاع المواطن مشكل مصداقية. المواطن إلى دار يقدر يجيب لك ولده للجمعية نتاعك، يقدر يجي هو للجمعية نتاعك إذا كان شاف الصدق. الصدق هذا راح يكون مع الصادقين، ما راحش يكون مع بلعطية، ما راحش يكون مع البندية. هذا هو. هذا واش نقولوا؟ هذا واش عرفنا هذا واش عرفنا ونقولها بالدارجة يعني، ما نقولوهاش بعفوية. والله العظيم. في نقطة أيضا مهمة، ربما إحدى الورشات المفتوحة هي الديمقراطية التشاركية. المجتمع المدني ربما يلعب دور مهم يعني في هذه الحلقة مع الجهات الرسمية، الجهات يعني البلدية الولاية، وهناك كلها تقريبا هناك تعليمات من طرف الرئيس بأنه يجب أن يتم فتح الأبواب للمجتمع المدني من أجل قول آرائهم وأفكارهم ومبادراتهم هنا. إلى أي مدى ربما يلعب المجتمع المدني هذا الدور؟ والله الرئيس هذا راه ينفذ في الالتزامات 54 تاعو، من بينها الديمقراطية التشاركية اللي كان مصطلح جديد تقريبا علينا. بالنسبة لنا هي فرصة لتجسيد عملنا وتقديم إسهاماتنا في هذا الموضوع. الباب مفتوح سبحان الله وبحمده. لابد أن 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 نساهم. وبالنسبة للبلدية والولاية فاتحين أبواب أمام المجتمع المدني هكذا؟ قلت لك إذا كان المجتمع المدني هو اللي يصير الباب سي اوتوماتيك. انا والله لو كان ياخذوا رايي يعني لو كان ياخذوا رايي انه في خاصه في المصالح اللي تسير المجتمع المدني ماذا بينا يديروا لنا فيها ناس اللي عندهم خبره
في مجال المجتمع المدني والله عندهم ممارسة، لأنه أحيانا الإداري اللي سواء وزارة الداخلية والله 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 الولاية والله الناس اللي يتعاملوا مع الجمعيات مدى بينا يكونوا ناس اللي على الأقل يعرفوا قيمة الجمعيات، وأنا أقترح أنه يكونوا ناس مسيرين سابقين في جمعيات، لأنه هم يفهموا الحركة الجمعوية وسهولة الاتصال راح تكون يعني بنسيابية أحسن وأكثر. وبالنسبة أيضا لمثلث الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص وأيضا المجتمع المدني، ماذا يمكن الحديث هنا أيضا أستاذ؟ هناك شراكة بين هذه ستمبلا باساج أوبليجي، ما كانش حل واحد آخر، كانش حل واحد آخر، يعني مثلث متساوي الساقين، متساوي الأضلاع، متساوي الأضلاع. ضرورة ملحة مع ما هو موجود من تحديات داخلية وتحديات خارجية، رهان الدولة الجزائرية هو هذا المثلث، مثلث الحكومة، القطاع الخاص، القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما يشبه. كيف يمكن القطاع الخاص تصور القطاع الخاص مهم في المجتمع؟ نقول لك انت يرحم والديك، القطاع الخاص في أمريكا هو اللي بنى الدولة تاعو، هو اللي بنى الاقتصاد. قطاع البارح تلقى بايدن مع رئيس جمهورية الصين تشي اندونيسيا نعم، والصين ايضا قبل وتلقى معها قبله. لا نتحدث على اندونيسيا. اندونيسيا يا استاذنا فيها في اطار مجموعة العشرين يعني، نعم، فيها 40 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، 40 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة، هذا ضلع معين اللي هو القطاع الخاص. القطاع الثاني هو الدولة والحكومة معروفة، هاي باينة. القطاع الآخر هو المجتمع المدني، دون هذه الأضلاع الثلاث ما نقدروش نتقواه، نبقاو نبواتيو. جيد جدا أستاذ. كآخر سؤال، ربما المأمول المنتظر من المجتمع المدني نفسه، ما هو المطلوب من أن يقوم به للجزائر لبناء الجزائر الجديدة، وهو الشعار الذي يحمله اليوم هذه الجلسات أستاذ شريف قطوش؟ هو المجتمع المدني لابد يكون أول مؤهل، لازم يكون أيضا مكون، لازم يكون أيضا صالح مصلح. نعم. إذا كان توفرت فيها الشروط فأي مهمة قد تناط به، وحتى لا أنها لا تناط به يبادر. يا أخي قلت لك باللي إحنا مبادر، نبادر. المجتمع المدني الذي يفتقد المبادرة ليس مجتمع مدني، بارك الله في باعتقادي، بارك وليس الله ملزم لأي شخص، وبالتالي سيصبح مبادر ويفاجئك ويفاجئ الحكومة ويفاجئ الدولة في كيفية التفاعل مع الإيجابي مع كل المخرجات اللي قد تطرح في الساحة. طيب شكرا جزيلا لك يا أستاذ شريف قطوش الناشط الجمعوي. تقريبا فيه خبر آخر، يعني اليوم انطلقت صباح اليوم جلسة محاكمة المتهمين بقتل جمال بن إسماعيل في محكمة الجنايات بالدار البيضاء هنا بالعاصمة. القضية يمثل فيها 133 شخصا متهما في هذا الملف أمام قاضي الجنايات لمواجهة تهم ثقيلة تخص أو نخص من هذه التهم قضية جناية القتل والتنكيل والتحريض على الكراهية، التمييز والمساس بوحدة التراب الوطني. طبعا القضية تأسس فيها مجموعة من الأطراف ومن بينهم والد الضحية وكذا 23 شخصا آخرا من ضحايا الأحداث التي عرفتها منطقة الأربعاء ناث إيراثن. طبعا القضية الآن على مستوى العدالة وهي الوحيدة التي تنظر في تفاصيل والمخولة للنظر في الأحكام وغير ذلك، ولكن ما يجدر الإشارة إليه بأنه هذه القضية في وقت سابق عرفت تضامن غير مسبوق من طرف الجزائريين، ونستطيع أن نقول بأنها وحدتهم أكثر فأكثر، وكشفت أيضا المخططات التي تحاك ضد الجزائريين. جمال بن إسماعيل قلنا بأنه تضامن معه الكثير من الجزائريين، حتى والد أيضا جمال بن إسماعيل كان له موقف كبير ويحسب له.
طيب هذا ما لدينا مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، والشكر أيضا موصول لك أستاذ شريف قطوش مرة أخرى. نلتقي غدا إن شاء الله في مواضيع أخرى، إلى اللقاء.